مهما طال الحديث مع المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر جرول للأسمدة المتخصصة فلن نشبع كل المحاور، لكن محورنا الذي أتينا من أجله اليوم هو مستقبل صناعة الأسمدة ومستقبل إتاحة الأسمدة في العالم ثم في مصر لضمان إنتاج زراعي جيد. نرجع لمحاورنا اللي ما شبعناهاش في الفقرة الأولى. حضرتك كنت بتتكلم عن حل للمنظومة، حل متكامل لمنظومة إتاحة الأسمدة في مصر. هي طبعا هي المنظومة صعب شرحها، في هي لازم يبقى في ورق بيها، لأن في أرقام وفي تحاليل للأرقام ديت موجودة عشان خاطر اللي بيطلع عليها وياخد قرار يكون مقتنع بالاتجاه ده. لكن وحضرتك قلت انك عملت ده في مذكره وقدمتها لمجلس الوزراء ولصانع القرار. ايوه، احنا قدمنا مذكره قديمه جددناها وبنعدوها دلوقتي، هنبعتوها لمكتب الوزير. طب السؤال اللي بيدور في عقلي من زمان، اذا كان سوق الاسمده الازوتيه انفتح في العالم بهذا الشكل نتيجه العجز الشديد بعد ازمه كورونا، ده ما يخليناش نقول في مصر ان احنا في حاجه الى التوسع في صناعه الاسمده الازوتيه في مصر؟ توسع ليه؟ ما انت عندك فائض. لا، القصه ما احنا حتى وبعدين الاسمده ماشي، الاسمده الازوتيه بس اللي زادت، حتى البوتاسيه حتى الفسفوريه كله فوسفاتيه زادت رخر. زادت الطلب عليها، زادت سعرها، اسعارها زادت. واخد بالك انت لاختلاف التكلفه؟ يعني انت مثلا الكبريت الزراعي وهو عنصر مهم في صناعه الاسمده، لانه بيدخل في صناعه حامض الكبريتيك، وحامض الكبريتيك ده ابو الصناعات. ده النهارده احنا كان ب 80 دولار، زاد بقى ب 140، من 80 ل 140 زاد بقى 180 200، النهارده ب 260. الكبريت الزراعي العدس ده، ايوه الكبريت 260 دولار طن. واحنا طبعا مصر ما فيهاش خام كبريت، احنا بنستورد فيها بس كميه ضئيله، كميه صغيره، يعني كميه صغيره، ما 60,000 ولا 80,000 ما تغطيش، يعني لان ما تغطيش الاستهلاك بتاع مصر. مصر بتستهلك من هذا الكبريت اكتر من 1.5 مليون، بيجوا كلهم من بره. 1.5 مليون طن سنويا. واخد بالك؟ فطبعا انت بتتكلم في عناصر كلها ارتفعت، فبالضرورة المنتجات المصرية حصل عليها زيادة. احنا فين بالمقارنة بالآلة؟ برضو احنا ما زلنا افضل، يعني رغم ان الدولة زودت سعر الغاز ستة دولار لربع، لكن احنا بالقياس للاوروبيين لا، احنا اقل بكتير جدا جدا. لكن ما زال في بعض الدول بتدي الغاز بسعر مخفض، زي الجزائر مثلا، زي قطر، زي السعوديه، زي الامارات، بتدي الغاز باسعار، بس احنا ظروفنا مختلفه عنهم. عامه النهارده المنظومه بتاعه التوزيع مطلوب مراجعتها ومطلوب اتخاذ قرار. اي مسؤول في الدوله بيخاف من ان هو ياخد قرار في تغيير الواقع الموجود، لكن احنا محتاجين في هذا الموضوع قرار. القرار ده يتاخد يندرس، وبعدين الدراسة اشرك فيها كل الناس، كل واحد يقول رأيه، وانت كراجل صاحب قرار في الاخر لك الرؤية ولك ان انت تعمل نوع من التوازن بين القرارات دي بين بس الامانة انا مش مجامل، وحضرتك عارف الوزير الحالي السيد القصير اذا اقتنع بفكرة واطلع عليها ولها اليات تنفيذ بينفذها في 24 ثانية. هل قعدتوا معاه واديتوا له؟ هو طلب مننا داتا وهو بيدرس الموضوع، واعتقد انه مقبل على قرار مصيري في الفتره الجايه. لكن طبيعي الفلاح المصري ما زال في حلم مع الوزير ومع ورئيس الوزراء، وكل خطوه بياخدوها في هذا الاطار بياخدوها بحساسيه جديده، لان هو انت عارف الفلاح المصري الدولة مهتمة بيه ومش عايزة تعمل عليه أعباء جديدة إلا بعد ما تكون الأعباء دي هتوصلنا لمرحلة أفضل من اللي احنا فيه. في الفقرة السابقة مع الدكتور عادل عبد الخالق خبير أسمدة وتسميد كنا بنتكلم عن تحرير الأسمدة استكمالا للي حضرتك قلته في الفقرة الأولى، التحرير بضوابط
لكن وقفنا عند النوها او الكيفيه تمويل صندوق يدعم مخرجات الانتاج. الدوله تقول لك انا هدعم التصدير وادعم الانتاج، طب اجيب منين؟ لا اقتراحك لتمويل صندوق لدعم مخرجات الانتاج الزراعي، دعم الفلاح، يجي منين التمويل ده؟ التمويل هيجي من النهارده، الشركات النهارده بتورد للسوق المحلي رقم يفترض ان هو 50% من انتاجها، بتحطه بسعر 3000، 3000 ده تكلفه، فهو عنده 50% من انتاجه ما بيكسبش فيه. طب انا لو اديته مكسب في الرقم ده وخليته يحط رقم في الصندوق، في هذا الصندوق، هم موافقين؟ انا سالت رؤساء الشركات، سالت بعض رؤساء الشركات. يعني لو قلنا بدل ما يسلموا بثلاثة هيسلموا بخمسة؟ لا، يسلموا بالسعر الحر. السعر الحر غالي جدا الوقت، معلش سلموا 13000. دي المرحلة دي، المرحلة دي يعني لو فيها سنة وهتقف، هيرجع الموضوع تاني حر. السعر، الفرق بين السعر الحر والسعر اللي الدولة محددة يرجع مش كبير. الفترة دي قد ايه يا باشمهندس من وجهة نظرك؟ الفترة دي انا اعتقد انها 22 كلها، يعني سنة 22 كلها لسه هيبقى السواد اللي احنا فيه ده بالظبط كده، ثم تستقر الاسعار او تنزل، تستقر ولا تنزل بقى في 23؟ لا هتبدا تنزل، الكيرف هيبدا ينزل تاني، الكيرف هيبدا ينزل. وده بسببه ايه؟ يعني ايه الامارات او ايه الاسباب اللي تدعو للنزول تاني؟ احنا عندنا ثينكينج كده او اعتقاد يقول لك اي حاجه طلعت في مصر ما عادتش بتنزل. لا، هي ربكه موجوده في السوق العالمي، اسبابها موضوع كورونا. كورونا لما تعبت العالم، الناس كلها قفلت، فالناس بتفتح تاني، عشان تفتح وتنظم علاقاتها عامله ارتباك في النقل، وارتباك في الانتاج، وارتباك في منظومه التجاره، وكل المنظومات العالميه النهارده فيها ارتباك. لغايه ما ترجع المنظومات دي تتنظم تاني بتاخد فتره طويله، لانها علاقات تجاريه. العلاقات التجاريه دي بتاخد شهور لغايه ما ترتبها تاني وترجع تنظمها، ويطلع منها الضيوف القادمين اللي هم المؤقتين، دول موجودين دلوقتي الانتازيين. طبعا في العالم كله، مش عندنا احنا بس. بتلاقي في ناس شركات دخلت كانت صغيره ودخلت خدت وكميات وكبرت، وشركات دخلت من مجال لمجال تاني عشان عندها فائض فلوس واشترت بيه خامات، وبرضه في بعض التخزين في العالم كله نتيجه ان الاسعار بترتفع، فكل واحد عايز ياخد اعلى قيمه من البضاعه بتاعته اللي موجوده عنده. كل الكلام ده لما العالم يوصل فيها ان المعروض يعادل الطلب المطلوب، هتبص لقى الدنيا بدأت تهدى والدنيا ترجع للوضعها الطبيعي. نرجع لتمويل الصندوق، هل الفرق بين سعر السماد ده، المبلغ اللي هاخده على كل طن سماد من السبع شركات يكفي لدعم كل مخرجات الانتاج الزراعي، ولا ممكن اجيب فلوس من المبيدات، اجيب فلوس من انشطة لها علاقة بالطب؟ لا 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 لا، انت طبعا ممكن يتعمل الكلام ده في كل المدخلات، كل القطاعات كلها ممكن تمول الصندوق ده. لكن احنا واخدين على السريع القصة بتاعت السماد، ان السماد يمول نفسه، قطاع السماد يمول. يعني الرقم اللي بيطلع من صندوق الدعم ده اللي بتحط الشركات على الانتاج بتاعها اللي هي بتبيعه مع التحرير، واخد بالك، الرقم ده يعالج السلع اللي احنا ذكرناها في اول الحلقة، ان في عندنا منتجات زراعية محتاجة الدعم فعلا، الفلاح بتاعها غلبان والفلاح بتاعها يعني التكاليف كتير عليه، وده مطلوب الدعم ليه، واخد بالك. والمحاصيل دي تعتبر محاصيل استراتيجية الدولة محتاجاها، لانها بتعالج مشكلة الرغيف العيش، بتعالج العلاف، مشكلة العلاف، بتعالج مشكلة صناعة السكر، وبتعالج مشكلة نقص الزيوت في مصر. فانت حاطط الدعم ده بتوزعه على المحاصيل اللي هتحل المشاكل الاستراتيجية اللي موجودة في مصر. الفلاح مش هيبقى عليه اي عيب، نتيجة ان الرقم اللي هياخده من الدعم هيغطي كل الزيادة في الاسعار. يعني احنا حسبنا الارداب هياخد دعم فوق ال 100 جنيه او ال 125 جنيه. وهل ده هيكون كافي؟ طبعا كافي، لما ما هو 125 اضربهم في 18 ارداب، انت بتتكلم في 2000 جنيه، والتكلفه عمرها ما هتزيد 2000 جنيه.
يعني فرق السعر الحر للسماد عن سعر التعاون مش هيكون ازيد من ال 2000 جنيه. مفيش تعاون بقى، التعاون هياخد بالسعر. ما انا بقول اللي هو بياخده يعني حاليا، يعني التكلفه الزياده على الفلاح اللي هتنتج عن تحرير الاسمده، من تحرير الاسمده هتتعوض من الصندوق زياده شويه. طيب انا بيتهيألي كفايه كده علينا في القصه دي. وانا في ايفر جرو النهارده عاوز اعرف ايفر جرو واصله لفين النهارده؟ احنا ذاكرنا الماضي كويس قوي، ذاكرنا البدايه، ذاكرنا مؤشر النمو بتاع النهارده. احنا داخلين على عام 22 وفي مشاريع قلنا عنها كتير وكانت لسه هل كورونا فعلا اخرت؟ لا احنا دلوقتي يعني تقريبا على فبراير الجاي هنشغله. تشغل ايه؟ المرحله الثالثه. المرحله الثالثه دي فيها انتاج دايكالسيوم فوسفيت دي سي بي وانتاج فوسفوريك اسيد. فاحنا دلوقتي المعدات بتركب والبايب بتركب على بين الوحدات وبعضها الربط، وفي شهر فبراير ان شاء الله هيتم بكورة الانتاج بتاع المرحله الثالثه. يعني فبراير 22 هنشوف حامض فوسفوريك ميد ان ايفر جروب. مظبوط. طيب بالنسبه للدايكالسيوم فوسفات والمونوكالسيوم فوسفات، الدايكالسيوم هيطلع شهر 4 ينزل السوق. شهر 4 ينزل السوق المصري. هننتج قد ايه؟ انتاج المصنع 110 الف طن، واخد بالك، زائد او ناقص 10%. ودول بيغطوا الجزء اللي بيتم استيراده من بره بس، جزء من اللي يعني هو اللي بيستخدم من الدي سي بي مصر احنا هنغطوه. فاضل منتج تاني اسمه الام سي بي اللي هو المونو كالسيوم. احنا بالتعاون مع شركه اجنبيه، شركه هولنديه، بنعمله مشروع تاني في برضه في مدينه السادات لانتاج الام سي بي داخل سور قلعه ايفر جرو نفسه ولا في مكان؟ لا في مكان، في موقع تاني. شركه اسمها سي اف سي، شركه هولنديه، هي حتى جايه تمول المشروع كله بالكامل، واحنا واخدين فيه الناحيه الفنيه. ايفر جرو الناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه يعني تركيب الاشراف على الانتاج كله. اذا ايفر جرو وصلت النهارده الى انها اصبحت بيت خبره في صناعه الاسمده وتركيب المصانع واداره المصانع. ده مظبوط. طيب اطلع من الوحده دي الى المشروع الاكبر، وهو مشروع تصنيع او حاجه، شركه كبيره جدا لانتاج الاسمده الفوسفاتيه، وحضرتك قلت لي قبل كده ان ايفر جرو ايضا واخده الجانب الفني فيه. ايه هو يا ترى؟ ما هو ده، هو ده بس بتاع المونو كالسيوم فوسفيت. مونو كالسيوم فوسفيت ما هو اصلا مش لوحده، المونو كالسيوم ده جاب وراها منتجات كتير، يعني في 20 فرن بوتاسيوم سلفيت زياده، حامض كبريتيك، في مصنعين اثنين حامض كبريتيك، مصنع حامض فوسفوريك، ده كله ضمن المنظومه دي، يعني مش موضوع كده. وحده ان بي كي موجوده في ان بي كي كبيره حبايه واحده، فكل ده كله موجود في الوحده دي في المشروع ده. ام بي كي هتبقى حبايه واحده، حبايه واحده فيها ثلاث عناصر، يعني مش مجرد خلط فيزيائي، لا تصنيع كيماوي من اصله. تصنيع كيماوي من اصله، والفلاح ممكن يستخدمها في الخدمه، وممكن يستخدمها في حياه النبات، وهي معموله اصلا عشان يحصل تطوير داخل مصر في استخدام الاسمده. نمره اثنين ان انا بغطي احتياجات السوق الافريقي. ده اللي قال عليه الدكتور عادل، ان احنا المفروض ان احنا نرفع كفاءه استخدام السماد. مظبوط. فحضرتك هتعمل ام بي كي، يعني سماد يعني مركب. ده عناصر. ممكن بقى كل مركبات اللي الدكتور عادل اتكلم عليها ممكن تتحمل على المنتج ده وتنزل، يبقى انت بتوفر في السوق، في الفلاح المصري بتخفض الكميات اللي بيستخدمها، بتوفر له عناصر كتير اكتر من اللي هي كانت متاحه، كان بياخدها لوحدها هياخدها في الحبايه دي. المزارعين اللي قاعدين قدامي دلوقتي وبيشوفوا الحلقه بيقولوا لي طب ما تتكلم الراجل ده اللي بيتحكم في صناعه سلفات البوتاسيوم في السوق، ليه سلفات البوتاسيوم غالي كده وامتى هينزل؟ ما هو انا حكيت لك في اول الحلقه ان احنا كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم ده خام بنجيبه من بره، كنا بناخده ب $200، النهارده بناخده ب 530، وهيزيد في اخر السنه هيبقى ب $700. اذا في مزيد متوقع؟ أيوة، من اسعار سلفات البوتاسيوم في السوق. انا قلت لك لان انا قلت لك لغايه السعر هيتم يرتفع لغايه 6/22، بعد كده هيستقر، بعدين هيبدا ينزل. فعندنا يعني في مرحله ثانيه من الزياده احنا بنحاول ان احنا ما نخلوهاش كبيره، بالتفاهم مع الموردين، وربنا يسهل، انت ما تقدرش تملك الموضوع لوحدك.
ما هو المزارع برضه من حقه يعرف ان سلفات البوتاسيوم ده عباره عن خامس من كلوريد البوتاسيوم بنستورده من بره، بيدخل مع حامض الكبريتيك، وبعدين بعمليات تفاعل بناخد الكبريت من البوتاسيوم ويطلع لنا سلفات البوتاسيوم سائل يدخل على افران تجففه ويطلع البودر اللي انتم شايفينه. عشان كده هو ده سبب ارتفاع اسعاره في السوق حاليا. ايه اللي ممكن نعمله للمزارع في الفترة دي استنادا الكلام من الدكتور عادل؟ حضرتك في النهاية مهندس زراعي ولك رؤية في التسميد، تنصح المزارع بايه في برنامج التسميد الوقت؟ يعني احنا في بعض العناصر موجودة في التربة المصرية موجودة بالفعل، فدي على الأقل في الفترة دي الفلاح ما يبدأش لازم يعرف طبيعتها، فلازم يبقى في تحاليل للتربة في كل منطقة. المنطقة الغنية في الفوسفات لابد ان انا اقلل، بس انا ادي مواد عضوية تدوب السماد ده بحيث يبقى متاح للنبات ان هو يستفيد منه، واخد بالك؟ ده موجود في البرنامج بتاع الدكتور عادل، وده اللي خلى ايفر جذور تركز النهاردة على تصنيع المواد العضوية او عملت شركة لصناعة الاسمدة العضوية عشان ازود المتاح في التربة المصرية من مواد غذائية للنبات يستفيد بيها على الاقل، وبعدين بعوض الجزء اللي انا اخدته من التربة يعني الفترة الجاية. معظم شركات الكمبوست حسب معلوماتي معظمها صفة، وده كان بسبب حاجات كتيرة جدا منها عدم كفاءة الكمبوست بعد تشغيله وتجربته من قبل المزارعين. ايه السر في بقاء شركة ايفر جرو في تصنيع الكمبوست لسه واقفة واخدة عند الكيرف ما بل بتزيد كمان؟ ايه المميزات بتاع الكمبوست بتاعك؟ تصنيع اصل الكمبوست ده خلي بالك انت ممكن تاخد مواد تبقى سريعة التحلل ومواد تقعد في التحلل فترات طويلة. في كمان اساليب الحرق عشان تحول تستخرج الكربون اللي موجود في المواد ديت، فدي الكمبوست المفروض ان فيه بكتيريا والبكتيريا بتشتغل وبتحلل بياخد فتره طويله، خد بالك انت. اللي بيعمل العمليه دي بشكل سليم المنتج بتاعه لا يمكن يختفي من السوق. اذا عندكم فتره الكمر لا تقبل النقص ساعه، ممكن تقبل الزياده؟ معروفين يعني المده بتاعته معروفه، وانت لازم تعمل اضافات في نهايه قبل الجمع، قبل ما تاخد المحصول لازم تعمل اضافات عليه، بتضيف قيمه مضافه على الكمبوست، لازم تضيف عناصر ليه سواء كان اسمده او بقايا اسمده او صخر فوسفات او بقايا اسمده، احنا بنضيفه عليه بقايا. عاوز تقول لي ان الكمبوست بتاعكم ممكن اجي احلله الاقي فيه فوسفور وبوتاسيوم وازوت؟ هتلاقي فيه كل العناصر، هتلاقي فيه كل العناصر، اما مش بنسب مرتفعه لكن موجوده، واخد بالك، وهتلاقيها في صوره متاحه، الاهم انها تبقى متاحه لما النبات بياخدها بيقدر يمتصها، مش معناها بتتثبت في التربه. مش كومبلكس. طب الدكتور عادل بما انه مستشار علمي مش صاحب شركه ممكن يبقى محرج شويه في انه يتكلم على النو هاو بتاع الماده اللي قال عليها، قال ان فيه ماده عضويه جديده ستضاف للتربه تحتفظ بالميه وتحتفظ كمان بالسماد تخليه يدوب ببطء. ده برنامج جاي لنا مع شركه برضو اجنبيه وبنحاول ان احنا دلوقتي نشتغلوا عليه، وطبعا هو ده موجود الناس عارفاه، مش موضوع جديد، قديمه وتجربت والناس زهقت منها، المواد البوليمرات الغرويه دي وبتعمل اعفان جذور لا دي طبعا معروفه وفيري فيري اكسبنسيف، غاليه جدا. دي ماده مستخرجه من البراكين والزلازل من البراكين يعني، وهيتم تصنيعها، مش هتبقى متاخده كده زي ما هو، لسه هتتصنع يعني، هتتصنع بحيث ان هي ما تعملش الاثار اللي انت بتتكلم عنها، بتضاف للتربة عادي، بتضاف للتربة عادي وبتضاف بكميات كبيره يعني، فيها عنصر تكلفه، وبرنامج احنا بندرسوه مع الدوله، مش هيبقى من ايفر جرو لوحدها لانه محتاج تمويل، فالدوله لو اتاحت تمويل ووافقوا على البرنامج والدوله طالبه الموضوع يدرس يعني، اذا اتيح البنك هيموله، بنك التنميه والائتمان الزراعي هيموله، بنك الزراعي المصري يعني، ده الفكره اللي موجوده، لكن هي لسه ما دخلتش حيز التنفيذ، ما لكن في الدراسه هيبقى غالي برضو يعني، هيبقى غالي، ولما يتقسم على السعر بتاع الفلاح هيتغطى من القيمه المضافه اللي هيعمله في التربه، يعني القيمه المضافه اللي جايه، واخد بالك، لانه هيوفر اسمده ويوفر مي، هيوفر اسمده ويوفر مي، واخد بالك،
فالوفر ده ممكن يتسدد منه القيمة. إيفر جروف فيها كم موظف الوقت؟ احنا السؤال ده بس علشان انا برد عليه على بعض. عندنا 4000 4000 4000 بيت تقريبا 4000 يعيشون تحت مظلة مظبوط إيفر جروف. هي دي المسؤولية المجتمعية اللي بتقع عليكم؟ والله احنا اي حاجة بتطلع بتبقى محتاجة نوع من الدعم للبيئة بنقوم بيها، ما بن يعني ساعدنا في حاجات كتير جدا داخل فيروس سي وغيره وغيره دخلنا فيه. لما بيبقى فيه اي مشكلة الشركة عندها برنامج انها تدخل وتساعد. انا في مقدمة البرنامج قصدتها وليس خطأ انه المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة في الغرفة التجارية، أين ذهبت الشعبة وما هو نشاط الشعبة حاليا؟ هل متجمد؟ لا، ولا ما عادش لها؟ ما هي الشعب طبيعتها كده، طبيعتها أنها لما يكون فيه احتياج لها بتنشأ. الاتحاد مد مرونة في الحتة دي، اتحاد الغرفة التجارية مد مرونة أن أنت ممكن تعمل الشعب، تعمل الشعب في 24 ساعة تعمل شعب. لما يكون الموضوع النهاردة أصلا ما فيش تجارة أسمدة دلوقتي، تجارة الأسمدة واقفة على السوبر فوسفات وعلى الان بي كي والكلام ده، وده رقم مش كبير. هتلاقي الشركات النشيطة في السوق حوالي 5-6 شركات هي اللي ماسكة البرنامج ده، أما كل القطاع التجاري في السوق بتاع الأسمدة اللي كان عدده 5000 تاجر دول كلهم سايلنت النهاردة كلهم. المزارع أو المحرر الاقتصادي أو الرجل المثقف في الشارع اللي بيقول أنا خايف على المزارع وخايف على إنتاج الغذاء في مصر عنده مصطلحات كده بتلسعه، وأنا آسف إن أنا أقولها بالمفهوم البلدي، ساعة ما يقول لك تحرير السلع أو تحرير الخدمات أو تحرير الأسمدة يقول لك الدولة هتاكل الفلاح. هل فعلا تحرير الأسمدة النهاردة ممكن يضر بالإنتاج الزراعي العام أو يضر بالفلاح أو يعمل مزيد من تسريب الفلاحين من أراضيهم لسواقة التوك توك أو للعمل في مهن أخرى؟ هو بص طبعا كله تأثير، عشان بس ما نخففوش وبعدين نفاجئه إن فيه آثار يقوم نقوله لا ده لا، لازم أي موضوع ليه آثار. السد العالي اللي هو حامي مصر النهارده له آثار، كانت له آثار سلبية إنها الري بالحياض، فأي أي برنامج ومنع الطمي وإلى آخره. ما فيش حد بيبقى قدامه برنامج والبرنامج ده له آثار سلبية وبيقف، أنت بتنفذ البرنامج وتعالج الآثار السلبية. ده طب المدى الزمني لمعالجة الآثار السلبية هيطول على الفلاح والقيمة المضافة هتغطي بسرعة ولا في؟ أنت هتطرح برنامج دعم جديد بس دعم للمخرجات مش للمدخلات، لغاية ما ينتظم البرنامج ده هياخده السنة الجاية، هياخده سنة لغاية ما الفلاح يعرف ازاي ينفذه والكلام من ده. ولازم يكون فيه من الآخر مرونة من الدولة ومرونة من الفلاح عشان خاطر المنظومة دي تنجح. هل نقترب من كشف سر وراء الستار حضرتك بتحاول في تحرير الأسمدة قريب؟ لا ما عنديش. ما عندكش علم؟ لا ما عنديش. لكن علم. أنت ده طلب؟ لا ده طلب أو تخمين قد نضطر إليه؟ لا ما فيش أي مؤشرات تقول إن في تحرير في الفترة القريبة، إحنا بنطالبه بيه. يعني أنا كرجل أعمال بطالب بيه، بقول لك ليه؟ لأن هو ده الطبيعة بتاعت الأمور، طبيعة الأمور إن كل حاجة تبقى متاحة وتبقى كويسة، وأي تنظيم في أي سلعة اقتصادية بيخليها تدخل تحت بيبقى لها سعرين اتنين ولها سوق سودة، فاحنا عايزين نخرجه من هذا الإطار. إذا طبيعة اللي حط منظومة للرغيف العيش في مصر قادر على إن هو يحط منظومة لتجارة الأسمدة، الموضوع مش صعب. وتجارة الأسمدة هي اللي بتجيب رغيف العيش في النهاية. إذا طبيعة الأمور هي الإتاحة، لكن الإتاحة بلا ضوابط تفرض منتجا رخيصا ليس له قيمة لدى أي مستهلك، وتحرير تجارة الأسمدة بضوابط مطلب لرجال الأعمال ومصنعو الأسمدة. حضرات السادة المشاهدين، بهذه الكلمات تنتهي حلقتنا اليوم مع المهندس محمد الخشن. مرة أخرى نقول بلا مبالغة عراب صناعة وتجارة
الأسمدة في مصر، فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، ومنها شركات متعددة في تجارة الأسمدة، منها شركة المنوفية وأوبال وشركة أخرى لتصنيع الأسمدة العضوية. بشكر حضرتك يا باشمهندس على هذا اللقاء، ونلتقي دائما في حلقات مثمرة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا، وربنا إن شاء الله يصلح الأحوال. الله يخليك. إن شاء الله. شوفكم على خير الأسبوع الجاي. لازم أحيي الأستاذ محمد أبو عمرو مدير تحرير هذا البرنامج، وكبير المصورين الأستاذ سليمان محمد، والأستاذ أحمد حسنين مساعد كبير المصورين. بشكركم جميعا، وتصبحون على ألف خير.